اهلا بحضراتكم وحلقه جديده. واحد من الناس اولا بشكركم جدا على رد الفعل الجميل من حضراتكم ويعني اقبالكم الجميل على البرنامج وعلى الخدمات اللي بيقدمها البرنامج. ونوعدكم ان شاء الله ان احنا نكون عند حسن ظنكم. عايز اكد على حاجه، احنا كنا حطينا رقم تليفون هننزله دلوقتي قدام حضراتكم لطلبات السادة المشاهدين، لكن كمان فيما يخص طلبات العمره او اي طلبات تانية برضو ممكن جدا حضراتكم كل واحد يبعت جواب على مدينة الإنتاج الإعلامي قناة الحياة ستوديو 601 ويكتب فيه الطلب اللي هو عاوزه. عايز مثلا عمرة، فيكتب في الطلب أنا عايز عمرة عشان كذا كذا، وأرجو اللي يبعت لطلب العمرة ما يكونش عمل عمرة قبل كده، لأن إن شاء الله هنبدأ نوزع عمرات بمجرد ما يتم فتح الباب للسفر للعمرات من خارج المملكة العربية السعودية. حد عاوز جهاز عروسة، أنا عايزة جهاز عروسة، بس طبعا تكتب إنها مكتوب كتابها ومكتوب كتابها إمتى التفاصيل كلها. وإلا عايز مشروع، يعني كل واحد ممكن يا إما يتكلم في التليفون يا إما يدخل على صفحة البرنامج على قناة الحياة، واحد من الناس على قناة الحياة على الفيسبوك، يا إما يبعت جواب. وإن شاء الله بإذن الله ربنا قدرنا ونقدر نلبي كل رغباتكم بإذن الله.